مشاهدي قناة وطني الأولى، مرحبا بكم في النشرة الجوية اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، تاريخ هذا اللي يتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. أمطار سجلناها خلال 24 ساعة الفارطة كانت أعلى الكميات بحساب المليمتر في ولاية الكيف من مليمتر إلى 13 مليمتر، ولاية القصير من مليمتر إلى 10 مليمترات، جندوبة من مليمتر إلى 8 مليمترات، بيجة 4 مليمترات، ونابل في حدود المليمتر واحد. كذلك عشنا هبوب رياح قوية كانت بحساب الكيلومتر في الساعة تبرقة 61 كيلومتر، والقصرين 58 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة تعتبر منخفضة ظهر هذا اليوم، سجلنا في أغلب الجهات درجة حرارة كانت ما بين 16 و 21 درجة، ما عدا تيلا سجلنا 8 درجات. خصوصية الطقس نشوفوها من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي، وكانت سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع نزول أمطار غزيرة في أقصى شمال الغربي، وسحب عابرة على أغلب الجهات مع هبوب رياح رملية بالجنوب. توقعاتنا لطقس الليلة سحب أحيانا كثيفة على أغلب الجهات، ولكنها تكون أكثر كثيفة بالشمال مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار غزيرة، سحب تكون عابرة بالوسط وبالجنوب، الريح من القطاع الغربي. درجة الحرارة تتواصل منخفضة في أغلب الجهات، ومش نسجله في الجهات الغربية من بين 6 و9 درجات، وفي بقية الجهات من بين 10 و15 درجة. بالنسبة لطقس غدوة، طقس كثيفة السحب على أغلب الجهات، يكون أكثر كثيفة كالعادة في الشمال، وما يكون مصحوب بخلايا رعدية وأمطار قد تكون غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية، وإمكانية لنزول البرد والبحر شديد الاضطراب. قراءة لتوقعاتنا في درجة الحرارة المدن التونسية 15 في قليبيا وتبرقة مع ظهور خلايا رعدية، 16 درجة في كل من تونس الكبرى وبنزرت ونابل وزغوان، بيجة 15 درجة، جندوبة 17، سليانة في حدود 14 درجة مع ظهور خلايا رعدية، الكيف 13، في تلا درجة الحرارة أقل في حدود 9 درجات، القيروان درجة الحرارة في حدود 19 درجة، وطقس مغيم جزئيا. بالنسبة لجهة الساحل درجة الحرارة سوسة والمنسير والمهدية 18 درجة، طقس مغيم جزئيا، جزر قرق مصفاقس تحافظ على نفس المستويات 18 درجة، سيدي بوزيد أقل 17، والقصيم 13 درجة. بالنسبة لمدن الجنوب الغربي قفصة في حدود 18، توزر 20، وقبلي في حدود 19 درجة، وبالنسبة لمدن الجنوب الشرقي قابس في حدود 20 درجة، طقس مغيم جزئيا، جزيرة جربة 19 عفوا، مدنين 19، وتطاوين 17، والميدة 18 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، نشراتنا التحذيرية سريعة المفعول بالنسبة للإخوة البحارة، الريح على كامل الشريط الساحلي تكون شمالية غربية والبحر شديد الاضطراب مع أمواج متقاطعة في منطقة سيرات وخليج تونس، سرعة الرياح من 25 إلى 30 تتجاوز 40 عقدة، تتقلص آخر النهار من 25 إلى 15 عقدة. في خليج الحمامات ومنطقة الشابة فاعلية الرياح تكون من 25 إلى 30 تتجاوز 40 عقدة، في خليج جابس تكون كذلك من 25 إلى 30 تتجاوز 40 عقدة. قراءة لتوقعاتنا في درجات الحرارة لبعض المدن والعواصم العربية والأوروبية، نواقش 32، دار البيضاء 20 درجة، طقس مغيم جزئيا، أمطار تكون حاضرة في الجزائر في حدود 16 درجة، طرابلس 18 مع أمطار، الخرطوم تحافظ على نفس المستويات، طقس صافي في حدود 37 درجة، القاهرة في حدود 21 درجة طقس صافي. وبالنسبة للبقاع المقدسة درجة الحرارة في المدينة المنورة 29، مكة المكرمة 33، الدوحة درجة الحرارة في حدود 29، الكويت كذلك 29، أبو ظبي 31، مسقط طقس صافي في حدود 30 درجة، بغداد تنخفض في حدود 24 درجة مع تسجيل أمطار. وبالنسبة للشرق الأوسط، القدس الشريف 18 درجة، بيروت 22، دمشق 19 درجة، في اسطنبول درجة الحرارة أقل وفي حدود 16 درجة، طقس مغيم جزئيا. أوروبا درجة الحرارة في روما 16 درجة، برلين تنخفض لخمس درجات، لندن في حدود 9 درجات، بروكسل 7، أمستردام 8، فيينا 5 درجات، جنيف وباريس في حدود 18 درجة، مارسيليا طقس صافي في حدود 13 درجة، مدريد 12 درجة، ولشبونة 16 درجة مع حضور أمطار. بالنسبة لتطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة، يوم الخميس البحر يكون متموج فقليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي، الريح من القطاع الغربي بالشمال بالوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب، وإمكانية لنزول أمطار بالمناطق الساحلية الشمالية وتكون غزيرة، والحرارة في ارتفاع، والطقس مغيم جزئيا في الجنوب. بالنسبة ليوم الجمعة، البحر يكون قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي وريح من القطاع الجنوبي، وإمكانية لنزول أمطار بأقصى الشمال، ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف. أوقات الشروق والغروب، شروق في تمام الساعة 7 صباحا و 12 دقيقة، والغروب في تمام الساعة 5 مساء و 4 دقائق. لمزيد المعلومات طرق التواصل والاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي على صفحة الويب www.meteo.tn، تتفاعلوا وتتواصلوا معهم على صفحة الفيسبوك والموزع الصوتي. أوقات صليت لمدينة تونس وما جاورها، 6 الصبح في تمام الساعة 5 صباحا و 40 دقيقة، الظهر منتصف النهار و 15 دقيقة، 6 العصر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و 45 دقيقة، 6 المغرب في تمام الساعة 5 مساء و 6 دقائق، والعشاء في تمام الساعة 6 مساء و 35 دقيقة. دمتم أوفياء للوطني الأولى، تصبحوا على خير الناس كلها.